يا الله، ميمونة. أي خالتي، شو هاد؟ ليش رجعتي تلبسي هدول التياب مرة تانية؟ لا بتحطي أساور بإيدك ولا حتى إكسسوارات، وما عم تحطي مكياج حتى. ليش هيك يا بنتي؟ ليش هالحكي خالتي؟ أنا كنت هيك كمان من قبل، وهلأ لسه على فراق شهير. رح شهير هلأ صار بدار الحق، لأنه هيك الله كاتب له. أنا حابة أحكي لك شي. وقت منقضي حياتنا كلها عايشين بهذا الحداد على شهير، فأكيد رح تسود عيشتنا ورح يقتلنا الزعل. بنتي ميمونة، الله منحنا الصبر على هالحزن من عنده، ولازم نضل عم نشكره على هي النعمة دائما. ريشام، احكي معي يا بنتي، فهميها انه ما حد شخصيتها، وهي عم تحاول دائما تعيش الزعل على موتة ابني وعم تخليه يزعل. قليلة، هي لازم تهتم بحالها أكثر هالفترة، بس كرمال ارجع شوف ابني جعفر مبسوط. يا رب سمعني صوت ضحكة جعفر بهذا البيت، بدي ترجع السعادة على بيتنا. ايه اختي، خالتي معها حق بحكيها. اهتمي بحالك، هاد الشي لمصلحتك. شو بكن؟ شو صار لكم هلا؟ أنا ما بحب أعمل هدول الشغلات. وليش لحتى ما تحبي؟ رح تطلعي حلوة كتير. إيه صح، هي رح تطلع حلوة، ما عندي شك بهالشي. وأنا قلت له لجعفر من مبارح ياخدك مشوار برات البيت كم يوم تغيروا جو. لهيك قومي بنتي، قومي جهزي غراضك ليرجع. لا خالتي، ما فيني روح على محل واتركك لحالك بهالوضع، انتي مسؤوليتي انا. اختي لا تخافي، انا موجوده، دير بالي على خالتي. يلا تعالي معي، امشي رح ساعدك تضبي غراضك. يلا روحي.